فإذا قال لنا الله سبحانه وتعالى نصدق الله. فريد صديق كان عندنا الله يرحمه فريد أستاذ أيضا، أنا قرأته عنده العروة قبل 40 سنة، يقول كان فريد رجل مر على باب صحن الحسين، اتصل به إنسان كان يمر وهم يمر، هذا الإنسان السائل قال للإنسان المسؤول عنه، قال الظروف حرجة، قال لي شو نسوي بقى؟ قال أنت منين تعيش؟ قال من الله. قال صحيح، لكن حقيقة من أين تعيش؟ قال حقيقة من الله. قال عدري من الله، لف 4 مرات هو السائل ألح عليه من أين تعيش؟ أكلك شربك لباسك منزلك؟ قال من الله. المرة الخامسة السادسة قال الواقع أكو فريد شيء أقول لك أنا، لكن لا تقول لأحد. والمسؤول قال للسائل، قال زين لا ما أقول. قال في الحقيقة أكو فرد تاجر يهودي بالعباسية الشرقية، وشهريا يعطيني فرد 5 ليرات قربة إلى الله تعالى، أنا عايش عائلتي ونفسي. السائل قال لي ها هسه صار صحيح. قال يا أحمق، أنا أقول لك الله يعيشني أنت ما تقبل، أقول لك يهودي يعيشني تقبل، بينما الله في القرآن يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني تجعل الله أقل من فرد يهودي؟ الله وقت اللي يقول اذهبوا أنا أنصركم يعني يكذب؟ أن تنصر الله ينصركم. فإذا قلنا يجب علينا أن نسعى لأجل إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم وظهرنا الله، يجب أن يصدق هذا. لكن الله يحتاج إلى الصدق. الإمام يقول فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر. لما علم الله من قلوبنا الصدق نحن في طريقه، مو في طريق المال، مو في طريق الجاه. الله ما يتقشمر أبدا، ما يتقشمر. إن الله ينظر إلى قلوبكم بلا ينظر إلى صوركم. الله يحاسب دقيقا، يحاسب أبدا، هم يخطأ، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فإذا صدقنا الله، الله زين يعرف الكذب عن الصدق، زين يعرف أننا نسعى للمال للجاه للمنصب أو نسعى لله تعالى.